يعتبر لوجنيكي الملعب الأكثر رمزية في موسكو، فلقد افتتح عام 1956 وكان الملعب الأبرز في أولمبياد 1980، وسيستضيف الملعب مباراة الافتتاح والمباراة النهائية في كأس العالم 2018 بعد أن شهد أعمال إعادة تأهيل شاملة. واستضاف الملعب في السابق كأس الاتحاد الأوروبي عام 1999 ونهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008 وبطولة العالم لسباعيات الركبي وبطولة العالم لألعاب القوى عام 2013. تبلغ سعة هذا الملعب 81 ألف متفرج.